لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. لبان او علك بالسكر اللي هو البان ماربيلا كورة، طبعا ما فيش معلومات غذائية على العبوة فنحسبها على اساس علك بالسكر او لبان بالسكر. العلك او اللبان الذي يحتوي على سكر بيعد خطر على الاسنان وبيصيبها بالتسوس، وبترهق مضغ العلكة او اللبان عضلات الفك والرقبة والرأس بسبب المضغ المستمر والتحريك المستمر لهذه العضلات، وتسبب في تقلصات مؤلمة وتسبب بالصداع. المعلومات الغذائية في العلك او اللبان بالسكر اللي هو اللبان ماربيلا للمئة جرام، السعرات الحرارية 360 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 96.7 جرام، دهون 3.1 جرام. المعلومات الغذائية في العلكة أو لبان بالسكر اللي هو لبان ماربيلا للجرام الواحد، السعرات الحرارية 3.6 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 96% جرام، دهون زيرو. المعلومات الغذائية في العلكة أو لبان بالسكر لبان ماربيلا لقطعة أو وحدة لبان بوزن 4 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 14 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 3.9 جرام، دهون 1% جرام. المعلومات الغذائية في العلكة أو لبان بالسكر لبان ماربيلا لاتنين قطعة أو اتنين لبان بوزن 7 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 25 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 6.8 جرام، دهون 2% جرام. المعلومات الغذائية في العلكة أو لبان بالسكر لبان ماربيلا لثلاث قطع بوزن 9 جرام، السعرات الحرارية 32 سعر حراري، بروتين زيرو، كربوهيدرات 8.7 جرام، دهون 2% جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.